تحت سماء صافية لا ينازع علوها إلا الجبال الشامخة التي سمت حتى جاوزت الغمام، ولم تستطع المياه أن تشق طريقاً وفجاجاً بها حتى مرت ملايين السنين، اختارها رغم ذلك الإنسان موطناً له، فصير سفوحها حقولاً غناء متأقلماً مع بيئته، ومحققاً ناموس الله القاضي بتسخير الجماد والحيوان للإنسان. شيئاً فشيئاً أوجد لنفسه أسباب المعايش، ثم اجتهد فهندس سواق توصل الماء من شاهق العلو إلى أسفل السفح، لتبعث الشجر الوارف الظلال من جليد الجبال، كل ذلك بفضل رب عال. عدت مرة أخرى لسبر أغوار توبقال أو توجكال كما يسمى بلسان الأمازيغ، ما يعني المطل على الأرض، وهو حقا اسم على مسمى، فالساكن هناك أقرب منه للسماء من الأرض موقعا وأخلاقا. كان لي موعد مع الراعي محمد لنغادر معا في اتجاه قريته. انطلقت برفقته مشيا على الأقدام لنبحث عن وسيلة نقل توصلنا للقرية. صادف قدومنا توقف حركة السير بسبب الإصلاحات التي تطال الطريق منذ فترة، فاضطررنا لتسلق الجلاميد الضخمة التي تتوسطها. كان الجو بارداً ولم ينقشع الضباب بعد، وهو ما جعلنا على يقين أنها قد تمطر. نجد وسيلة نقل تقلنا نحو القرية، وقد شرع الركاب بالتقاطر عليها وتحميل أمتعتهم بصندوقها. يلا محمد يلا سي. أنا ستة شوية. ولكن مشكلة بعد مساومته يوافق أخيرا على إيصالنا للقرية، فسوء الأحوال الجوية ووعورة الطريق تجعله في مثل هذه الحالات الاستثنائية يرفع من الثمن. ينطلق بنا السائق رشيد لتقطع العربة الأميال صعودا حينا ونزولا حينا آخر، صوت محركها يكسر رتابة سكون الصباح. يتوقف رشيد كل فترة بغية إنزال راكب بمحطته أو قصد حمل راكب آخر، ما جعل مدة السفر تطول. بعد قطعه لأميال اضطر للتوقف مجددا بسبب الأشغال المتواصلة. يترجل عن الشاحنة ليطلب من سائقي الشاحنات فتح الطريق وتمهيدها في وجهه فنكمل. قبل أن ننطلق مجدداً لا ينسى حمل بعض الحجارة ووضعها بصندوق شاحنته،
تفاديا للانزلاقات فيما يقدم. إنه لابتكار فريد من نوعه. فينو هاد تيغنيكا ارتاوي غمدنار ندي تاوي غنتقضوا الغراضي نقضوا النينيت اغنيكا ديالو هادي ما غوردو غكا هادي نقضوا الغراض غاس. تبدا الثلوج في التساقط ويتعطل معه ماسح الزجاج، فيضطر رشيد للتوقف في محاوله لاصلاحه. يا هادي الرجلي خصني قال لا خصنا عمليه ديال كاتين نخدم ديال السيد نتا عبد غنكه كل ما يخدم الكيس صغارات نادي غنكه ديالو خطري. تغطي الثلوج المكان فيتجمد كل شيء فيبدو بذلك ناصعا جميلا. نصادف ما تساقط من الاحجار بقارعه الطريق فنتوقف لازالتها واماطتها عن وسطه. غراسي شقا هاتي غمشات كلو غاتمني تا وداراشي حتى ينصبي طوغي شقا غرا اي مالا ديغلي صغيد هاتي غادي يا شقا يا صوت يا مثلنا تشيرت صوت. في كل مرة يتعطل فيها ماسح الزجاج يضطر رشيد للتوقف وإصلاحه، فلا يمكن المضي قدما من دونه. مرض يا ولد زرزاوي من سيزكا لم تتوقف الثلوج عن التساقط بعد، بل إن حدتها تزداد أكثر فأكثر. نجد أنفسنا أخيراً ملزمين بالتوقف بأحد الدواوير إلى حين توقف تساقط الثلوج، فوعورة الطريق تقف عائقا في وجه تقدم العربة. رشيد كي باين راه غير نزري. انا كدوا الكيداي قال الشفور ناكور زغي غير نبقى شويه زروره شي تي غمكن شي غير كدوا احمد هاك تسر او ندكيني نتي غير مريزه زر زر يخلو كل هاد تدنكا ما نظره غرازه اورتي ندورا اورتي ندورا كل اوي كيف في ديال كان كي غير في الجامره انا غير نسيدا غير اسمحك اسمحك كي يتفلا ورزال طوب الوقت غلي لا خوالدي اسي اسي اريدو تفلا غير واسند دي احمد غوا هي تو طوبلت برا غوا هات غوا زري ما لا غير غي يا غوا زري صافا نكمل صداع. يدعون حمو لبيته لتناول وجبة الغداء معه والاحتماء من الثلج الى حين تحسن الاحوال الجويه. مزكنين الحمد لله سيدي نلوق ما يبارك فيك هاتفع مادفل ولا بس بخير بسم الله تبارك الله تبارك الله. السلام عليكم. الضيف نبي مرحبا بك سيدي. كيف صرفتي؟ أدلف المطبخ لأجد للا محجوبة منهمكة في إعداد الكسكس، فرائحته زكمت أنفي بمجرد أن خطوت خطوتي الأولى بالبيت. بعد أن انتهت من إعداده يأتي دور الخبز.
ايوا الزياد التنور لو تيصحب قرن ما تفكي الوقت. بحرفية تامة تشرع بوضع العجين بالفرن، وكأن لهيب النار كان بردا وسلاما على يديها. ايه هاتي نرى الداينو هاتي نفس يتوه دابا ما غادي تكسوني غير هي ماشي زعما كوني مشاوني مكلين لي غيك خويا هادي الله يرحمك غير صبحاتها مسامحه نعم ربي يصلح الحال اسقوني جات في تنسير ديك في النهار زعما ماشي كنا غير صغينا تنسير خيره بدأت أصواتنا تختفي تدريجيا ليأخذ صوت الملاعق وهي ترتطم بالصحن مكانه. بسم الله مش مقاسين له؟ يا أنا خير مقاسين تزداد حدة البرد ما دفع لنا محجوبة لإشعال المدفأة التقليدية. مقارنة غصب اسمه ديا. كوه. يا ديا غاش النيخت نديش يرغو قودي. ايه ديا ديا. صراحة مشوار. أفتح كده نسمش مشكلة. ما زايد إلا. لكن ما غنت كده غي كيان سيمانة غمير نسكر غي. كني ورقص مشكلة غي نسكوس تعشر. كده المشكلة غي كيان في الانترويل من في النايت من في النا. طوب الخيس غينا جيس باشي. دقيت جينا أو سكشن مرة. انا نجيبك معنا بي اكوين صرف حبي اركض اركض ان شاء الله جورجيو اكوين صرف حبي اركض اكوين صرف حبي يا مرة بس تقدمنا سيرا على الأقدام بعد أن استحال المضي قدما بالعربة لتزايد الثلوج التي ملأت الطرقات. يرافقنا رشيد فيما تبقى من مسيرتنا ورحلتنا نحو بيت محمد. كانت الثلوج قد غطت معظم السهول والجنبات. يا نظري ضرب هاتي 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 يدر سيزدر والله يروح ده يزدر وي 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 هو سيزدر ايه هاي ازرو ده در زرام بس ثاني هذا ضرب لا ضيف هين ايه ما قلت غورك يا اسفل غيت الساعة الضرح انشر سيدنا قلال دي التيلي يا يا إلا تين غو قريش يا اوهو لا هيا دوارة ودس عذر ولا غير ويش دوارتي في الغالب النساء هن من يأخذن بزمام الأمور هنا بالقرية، فمعظم الرجال إما أنهم قد غادروا نحو المدن للعمل أو أنهم يعملون نهاراً بالقرية في الفلاحة أو البناء، فتجد المرأة نفسها أمام مهام الرعي والاحتطاب والطبخ والاعتناء بالأبناء. نقرر أولاً زيارة أب برقية للإطمئنان على صحتها بعد أن أجرت عملية جراحية لإزالة السد قبل أيام. أب برقية مزاك فين؟ مزاك فين؟ مزاك لك؟ مزاك أحسن كل شيء بيتك؟ ما كانت تقلت شوية ما كانت تقلت نشكر باركة هتسلك شوية؟ وربي لبت هربي لبت في شوية باركة هدونا قبلت يا ربي يا سلام تستقر حاليا عند أحد أفراد عائلتها إلى حين تحسن حالتها الصحية. نبتدي تشكو تزدارت نوغات سنوات غين شخف اللساء وغدا تجي نمضي قدما نحو ابن عم محمد والذي أجرى بدوره عملية على مستوى العين وبدأت حالته بالاستقرار. ما يكسر العملية كورجست الدبس. أوه يعني. ما استفوز كان شوية. تجارة بركس يا تجارة بركس اسمه. نعود عند محمد فلا يطيب الحديث إلا بسماع حكم كلامه. ما بيروح تجيء غي. تجيء مع الجماعة. لم يسم.
إكرام إكرام عافاك الله إكرام الله يرحم والدينا وجزاه عبد الرحيم مش دابهم كي جا الحظم غرب وكون جلان تيزيان تستي عبد الله قال يا قرام وهاد السيد غيغورين السيد يجلا إني السيد السلام عليكم استاذ يموت ديك اساسني عليكم السلام كسود خيوي كسود إني أتي أبا غرس نواري ناس هي تجلم إني كاود زند نيت ناس واحد من غنت في المغرسة السنوارية من غسان غادي يسلم من الجار أو رجي خصها الخير الله يرحم والدينا وهو قد بدأ محمد مشروعه الخاص أخيرا بشراء رؤوس من الغنم بات يملك الآن قرابة 50 رأسا صغير كانني غاضي وناس كل اللي نستروى ستكون هذه الأغنام ملكا له وبها سيتاجر في الأسواق بعد انقضاء موسم البرد سولم نبارك الله وفيت الله يرحم والدينا ويدن السنو لو ويدور نسين لقتنا حيد وصمد إن شاء الله على نسكر ميكين شناقتي غاسنو الله يرحم والدينا نودع أهل القرية لنعود نحو العربة قبل الغروب. وحشوما قوم. لا لا كسرها بدي. الله يرحم والدين. كسرها برد صير. الجور ما أرس صباح إن شاء الله. وهو كنا زحنا. سهل سيد ولكن صدى. كسرها بدك عمر بصخر. نصادف أهل القرية المجاورة وقد تحملق حول موقد النار في محاولة لتدفئة أيديهم من قساوة البرد. صباح الخير سيء. أقوم بدوري بتسخين يداي معهم. فلم تنتهي رحلتي بعد طوبل دبرت سنطوبي والله واهلي واش كان هذا الطوبيل غير إني لأحسد جاركم يا أهل تبقال لجواركم فطوبى لمن أمسى لبيتكم جاراً